اهلا وسهلا. من عبايه. اتفضلوا اتفضلوا. عندي ليك اخبار مدهشه. الابحاث اللي عملناها عندك في المصنع نجحت نجاح باهر، والمنظمه اعتمدت مبلغ 20 مليون دولار لتطوير خط الانتاج الجديد عشان نغطي احتياجات الصعيد كلها، وانا معايا عقد احتكار الانتاج الجديد. مش لما ياخد حق في القديم الاول؟ لا فيني شيك ب80% وشيك تاني ب20% للحزب زي ما اتفقنا. وانا محضر الشيكات بتاعتي تحت امرك. ده شيك سيادتك وده شيك الحزب. خليك شاهد يا مناح بيه، ده عشان مصاريف الدعايه الانتخابيه مش هحطه في جيبي. يا رضوان بيه، هو في حد يقدر يسالك؟ ده انت بتجري على مصلحه الحزب زي المره اللي بتجري على ايتامها. اشكرك على ثقتك في امانتي. كده وفينا شروط العقد القديم، ممكن نتنقل للعقد الجديد والارباح الرهيبه اللي فيه. ويا ترى احنا لنا نصيب في الكعكه الجديده؟ الحقيقه ده عقد تجاري صناعي، بس مفيش حاجه تمنع ان احنا نحط فيه بند بصفه شخصيه كمستشار او مراقب. كده ولا كده انت ليك نسبه في الارباح. لا ماليش انا في الصفه الشخصيه دي، انا عايز الحزب وابقى شريك رسمي، اتحمل معاه المسؤوليه كامله، والا اجيبوا لي موافقات من وزاره الزراعه ومركز البحوث. كده انت بتهد كل حاجه يا مناع بيه. ممكن الابحاث اللي كلفتنا الملايين دي تتسرق من السوق، ونبص نلاقي نفسنا قدام مليون مصنع بيبيعوا نفس السمات بتاعنا، واحنا نبقى خسرنا كل حاجه. يا بروفيسور يا عبقري، انت عمرك سمعت عن ابحاث علميه تحقق النتائج دي في اسبوع؟ انا صح شعبه انتاج حيواني، لكن برضك عندي عقل وبفهم، واعرف زين ان ابحاث زي دي ما تاخدش اقل من 6 شهور عشان يبان لها نتائج. يعني الابحاث دي قديمه. انا عندي الحل يا مناع بيه، نجيب دكتور من معهد البحوث ونشركه معانا في المشروع، يتحمل النتيجه لانها تخصص. ما عنديش مانع، وانا على الجانب التجاري والصناعي، وانا هنفذ لك كل طلباتك عشان ننسى حكايه سوء الظن دي، واثبت لك ان الهدف بتاعنا هو النجاح والارباح. ماشي، اسمح لي اقطع العقد القديم عشان. لا 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 لا، ما تتسرعش، العقد القديم فيه بند لمصلحتك بيضمن لك احتكار الانتاج الجديد. مش مهم، المهم عندي ما اشوفش حد غريبه في مصنعي، والا تشوف لكم مصنع تاني يرضى بحكايه الاحتكار دي. انت متعب قوي يا منع بيه. حبيت اعرفك ان عيب قوي تدخل الحريم في اتفاقات الرجاله، واحنا صعايده، والكلام اللي قلته لمرتي في البنك عيب، وعيب كبير قوي، اضيع قدامه كل الحاجات اللي عملتها معايا. يعني احنا كده خالصين. انت الخسران يا منع بيه، انت لما تخسرني ابحاث بالملايين تبقى بتعلن عليها الحرب. فكر تاني. يلا رجاله، بطل عمي مش عايز واحد في العبيد عايش. يلا رجاله يلا روحوا اقتلوا كلهم. يلا رجاله. دول هيخلصوا عليهم. الواد ولد عبادي غبي ما بيسمعش الكلام. قلت له هتورط اهلك وناسك، انت مالكش في الطور ولا في الطحين، ما خدش بنصيحتي. كيف مالوش؟ تلاقيه هو اللي قتله بيتبهي ان ابوه خلف راجل. ده عيل خايب وعبيط لا قتل ولا هبك. البيدارية هم اللي بتلاقي ربنا ينتقم منهم. والله اللي بيحصل للعبايده ده حرام. كل ده عشان حته عيل حمار بيتباهى بحاجه ما عملهاش. وادي النتيجه. جاب لاهله النكبه. you
أول ما قامت المعركة أنا هربت على طول. ما تحاولش ترجعني النجع ده تاني. أنا كلمتك أول ما لقيت نتورك. لا يا بروفيسور، الدمار اللي هيحصل في النجع لا يمكن يرجع له الأمان تاني. النجع ده لازم تحكمه عيلة واحدة وقوة واحدة. باختصار لازم يتحول لمملكة الجبل. وهمام خلاص هيبقى الملك. الولد ده محظوظ ومناع طلع غبي. تعرف لو كان سمع كلامي كنت خليته هو بقى الملك. لا يا فريمان، انت عملت اللي عليك. خلي همام بقى هو اللي يدافع عن المملكة بتاعته، وبالقوة اللي هو حاسس بيها بالسلاح اللي معاه هيدافع عن المملكة، وحيقتل اي حد يحاول ينزله من على العرش بتاعه حتى لو كان صديقه مناع. لا 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 لا، ما تديلوش سلاح على طول كده. انت خليه هو يطلب، اتقل انت عليه، وقبل ما تديله سلاح اتشرط عليه. اول شرط انه يقتل مناع. واللي عايشين منهم هيقضوا طول عمرهم خدامين تحت رجلينا. يعيش همام كبير البندرية. يعيش همام كبير البندرية. يعيش همام كبير البندرية. يعيش همام كبير البندرية. كبير بندريتين، قولوا يعيش همام كبير النجع كله. ولا انتم شايفين ان في عيلة تقدر تقف قدامنا بعد كده؟ ولا حتى عيلة حسان، القنبلة اللي بنرميها بتنزل على البيت تخليكم تراب. نقدر دلوقتي نجيب عيلة حسان هم كمان ونخلص عليهم. وعلى ايه؟ هم لما يشوفوا بعينيهم اللي حصل في العبايدة هيعرفوا لوحديهم ان احنا الاقوى، وان الكلمة في النجم كلمتنا. همام ولد البنداري. يعيش همام كبير النجع كله. 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 خلاص يا بنداري، من بكره نعمل عزا عم دياب على حد، واللي ما يجيش يعزينا هيبقى عدونا. ويا ويلو اللي يعدينا. وسع. يعيش همام كبير النجع كله. يعيش همام كبير النجع كله. يعيش همام كبير النجع كله. خلاص ما عادش تقوم ليهم قومه تاني. بس كان لازم تسمع حديث ناجي وما تتحورش، لان ولد عبادي ما يقدرش يجي ناحيتنا. شوف يا جميله، ما دام نصبوا العزا وقال ان هم اللي قتلوا عمي يبقى استاهل اللي يحصل ليهم. وايه رايك ان اللي قتل عمك هي رقيه؟ خاطري بتقولي ايه؟ يوم ما اتقتل عمك هي مش جات انها بتولع الفرن وطلعت متاخره عليكم شويه؟ صح، كانت خلقتها موسخه من تراب الفرن. مش دي الجلابيه اللي كانت لابساها عشيه؟ انا لقيتها جوه الفرن بعد ما قلعتها ودستها، ولبست جلابيه تانيه اللي شفتها بيها. يعني تقصديها جميل؟ لما جيت اولع الفرن لقيتها جوا الفرن، ولما طلعتها لقيت بقعه الدم دي عليها. تقدر تقول لي ايه اللي خليها تعمل كده؟ لو كانت عايزه تحرقها بدمها اللي هو دم عمها. يا سيده، انا قتلت عيلة عباده ظلم رجايه، هي اللي قتلت جوزها. امال هي مكبوته ليه؟ لا فرحت بترجوزها ولا جايت لك خطاره، ولما نصبت العزا قاعده تبكي وموافقه تاخد عذاب كانها عارفه ان ملناش طار عند حد. قالتك الطين يا همام. قولهم الحقيقه. قولهم الحقيقه كده هيركبوني الغلط. هيركبوني الغلط و
ومحدش هيسمع لي كلمة تاني. أعمل إيه؟ أعمل إيه دلوقتي؟ أعمل إيه؟